الإفادة، الخبر بالمختصر المفيد. تحيات المجد والخلود للمجاهدين في فلسطين الأبية ولساكنة غزة الأبية التي تصمد وتقاوم في وجه العدو الصهيوني الجبار والمتغطرس، وتلبية النداء كتائب المقاومة التي دعت إلى جعل يوم الأحد يوم غضب لأجل فلسطين. خرجت هذه الساكنة الطنجاوية اليوم لتعبر عن تضامنها، مش تضامنها لأن هذه قضيتنا جميعا، عن مساندتها لأهلنا في فلسطين وفي غزة، وأيضا لتقول كلمتها كلمة حق أنها رافضة لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني المتغطرس الجبار، ولتقول أن كتائب المقاومة ليست ميليشية إرهابية وإنما هي كتائب تحرير، مثل ما كان المقاومين والمجاهدين في المغرب كان عملهم تحرير مشروع، فجميع أعمال المقاومة مشروعة، والموجودون في فلسطين ليسوا مدنيين وإنما هم مجموعة من المستوطنين المغتصبين المحتلين الذين يمتلكون السلاح ويمتلكون الشرعية لقتل وسفك دماء الفلسطينيين يوميا ومتى شاء. لذلك نقول أن المقاومة الفلسطينية في جميع أشكالها التحررية هي مشروعة، ولا يمكن أن ينطلي على أحد أن كتائب المقاومة تقتل الأطفال، لأن هذا ليس من شيمهم وليس من دينهم وليس من أخلاقهم. على مدار 75 سنة من القضية الفلسطينية لم نسمع يوما أن مجاهدا فلسطينيا قتل طفلا واحدا، فلا يمكن بين ليلة وضحاها أن تصير هذه شرعتهم، وإنما شرعتهم الرأفة بالشجر والحجر والبقر والأرامل والعجائز والأطفال والتصدي للمستوطنين والتصدي لجنود الاحتلال. هذه شرعة المقاومة التي لا يمكن أن ينسفها الإعلام الغربي. جئنا لنقول أننا واعون، أننا منخرطون في هذه المعركة، وسنستمر في الانخراط في جميع الأشكال النضالية دعما للقضية الفلسطينية حتى تحرير فلسطين، وإن تحريرها قريب إن شاء الله. هذه الوقفة تأتي في إطار سلسلة من الوقفات التي تنظمها مجموعة من الفعاليات المدنية والشبابية بمدينة طنجة، التي انطلقت مع انطلاق شرارة ديال المعركة ديال طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر. هي من جهة تدعم المقاومة وتدعم النضال الفلسطيني والصمود الفلسطيني، ومن جهة ثانية تندد وتستنكر الإجرام الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. الوقفة ديال اليوم هي استجابة للنداء الذي أطلقه قادة المقاومة وقيادة المقاومة في فلسطين، بأن الشعوب العربية الإسلامية يجب أن تقف ضد سياسة التهجير وسياسة هذه الهجمة الشرسة الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني من أجل تهجيره من أرض غزة. سكان مدينة طنجة كعادتهم لبوا النداء اليوم، واليوم الجمعة كانت مسيرتين، اليوم مسيرتان، ومع ذلك في ظل هذه الأجواء المطرة والأجواء فيها رياح قوية، ومع ذلك الشعب أو سكان مدينة طنجة يلبون النداء ويلتفون حول هذه الأشكال التضامنية التي تعبر عن موقفهم الأصيل تجاه القضية الفلسطينية وموقفهم الأصيل تجاه التطبيع. الشعب الطنجاوي والساكنة ديال طنجة ضد التطبيع وضد سياسة التهويد وضد سياسة التهجير، ومع المقاومة بكل أطيافها وبكل أشكالها حتى التحرير والنصر بإذن الله تعالى. أنا وبابا وماما وأختي لمظاهرات حيتاش إسرائيليين كيقتلوا خوتنا فلسطين، وبقوا فيا حيتاش كيقتلوهم الإسرائيليين. باي باي.